العثماني يجيب عن أسئلة السياسة العامة غدا الأربعاء. يعقد مجلس النواب غدا الأربعاء جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك بدل يوم الخميس 11 من يونيو 2020. وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن الجلسة التي ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المواد من 278 إلى 283 منها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.